اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بالمناسبه الجميله عاشوراء، كل عام وحضراتكم بخير وكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا. هنعمل طبعا وليمه. لما نعمل وليمه يعني مشويات، يعني حاجات بتاعتنا، ديك رومي، عندنا بطايه حلوه كده بلدي زي الفل، هنعملها بطريقه مختلفه النهارده، وهنعملها بحشيه ورق عنب. تبذير؟ لا ما نعتبروش تبذير، هي يعني مره في الشهر كده ورق عنب، نلف كميه على قد عدد افراد الاسره، ومعانا بطايه حلوه بتستوي على النار، هنبدا نحشيها الورق العنب ده بطريقه جميله، نضمن ان البط استوى والورق العنب. في تركية هنا وفي خبره طهويه هنا هنشوفها مع بعض في تفاصيل الحلقه ان شاء الله. وبمناسبه عاشوراء كمان هنعمل النهارده العاشوراء اللي هو القمح بتاعنا الجميل الحلو من خير ارضنا، نعمله بالحليب، نعمله بكريم شانتيه، نعمله بالفانيليا، نعمله بالحبهان، ولكن هي اساسها قمح مغسول من بالليل منقوع بيتحط على النار بيستوي. ناخد مخرجنا الجميل واساتذه المصورين حبايبي على النار اهو في طريقه اللي هو يستوي. طبعا القمح لازم الحبايه تستوي كده وتطلع ايه جمالها وبياضها وحلاوتها في قلب الحل اهو. جاهزة، تقدر تحليها بالعسل، تحليها بالحليب زي ما انت حابه. في تفاصيل كتيرة لعمل البليلة وبمناسبة عاشوراء هنشوفها مع بعض إن شاء الله. معانا كمان حلو النهاردة الكسكسي، هنعمله بالعسل والمكسرات. كسكسي بلدي من ست طيبة بنعرفها، بصراحة أنا أحب أستخدمه ما أجيبش الجاهز، فده معانا هنا النهاردة هنعمله بالسمنة البلدي مع شوية عسل حلوين، ويجعل أيامنا كلها عسل إن شاء الله. هنطلع فاصل صغير ونرجع لاسرار عمل العاشوراء، وانتوا شطار في عمايلها، ولكن خلونا نضيف التركيه كالعادي، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لاسرار عمل العاشوراء. البعض بيسال يعني على السوشيال ميديا برضو، اللي احنا بنتابع السوشيال ميديا بدقة لهدفنا اللي هو ازاي القمح يستوي وازاي القمح يفرز كل النشويات اللي موجودة فيه والألياف. حبوب القمح الكاملة يا اخوانا كلها عناصر غذائية، مقاديرها على الشاشة. معانا قمح خير أرضنا يتغسل مرة اتنين تلاتة لو في مادة تخزين ولا حاجة بنخلص منها، وبعد كده بننقعه من بالليل، بنحطه في الحلة على النار بدون حليب، هي مية وبس، ونسلق القمح بتاعنا بالشكل ده كده. انتوا اشطر مني في عمايلها، امهاتنا ربنا يديهم الصحة، ولادنا ربنا يديهم الصحة، بيسلقوا القمح حلو قوي. طبعا ده عليه شوية حليب عشان للأمانة يعني. ومجرد القمح ما بيستوي بالشكل ده كده، هي عايزة كمان شوية حليب. بنحط لها شوية حليب صغيرين كده عشان انا بحبها ايه فيها طعم الحليب. لغاية كده ما فيهاش حاجة، لا فيها سكر ولا فيها عسل. الاختيار ليكي بقى، عايزه تعمليها بالسكر، تعمليها بالعسل، تاخد طعم الفانيليا. خلي بالكوا في الحاجات اللي بقولها دي مهمه جدا، لان احنا الاساس عندنا قمح وتسلق وحطينا عليه الحليب. البعض برضو بيحبها من غير حليب عادي، ممكن تخليها مسلوقه زي ما هي وتحليها في التلاجة، تطلعي منها تعملي بالحليب، جوزك بقى ماشي تعمليها من غير حليب حسب الرغبه. حلو الكلام، ويبقى القمح مسلوق عندك في التلاجة. القمح مفيد جدا، ده طبعا وجبة فطار الصبح جميلة جدا. لا تقولي لي بقى شوفان ولا تقولي لي أي حاجة، في كل حاجة، حديد هتلاقي، مغنيسيوم هتلاقي، معادن هتلاقي، بروتين هتلاقي، نشويات هتلاقي، كربوهات هتلاقي، كل ده. حلو الكلام، ولكن عايز أقول حاجة، إحنا بقى في أطفال، والمناسبة الحلوة عاشوراء كل عام وحضراتكم بخير، بنحب يعني نجود شوية وده وارد يعني. يعمل عاشوراء بالكريم شانتيه، يعمل عاشوراء بالحبهان، عاشوراء بالمستكة، عاشوراء بالفانيليا، الحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. انا هعملها دلوقتي بالكريم شانتيه. اهو معانا كريم شانتيه اهو زي الفل، بننزله كده على الكميه دي كده، بيدي لها قوام، لان البعض بيحط معلقتين نشا، مع ان انا ضد ان احنا نحط نشا خالص مع القمح، خلينا نستفيد بالنشويات بتاعته. اهو شايف اللون ابيض ازاي وحلاوه. حلو الكلام بالشكل ده كده، ونغرف بقى في الايه الكاسات بتاعتنا. ممكن كمان على فكره نحط شويه سكر، لان انا عندي كسكسي هعمله بالعسل، ممكن احط شويه سكر على عاشوراء، ده اختياري، عايز احليها بالعسل احليها.
بس هو القمح لما يتحلى بالسكر بيبقى طعمه حلو. وقللي من كميه السكر شويه، لان ما تنسيش برضو القمح فيه سكريات. السكريات بتاعته طبعا دي سكريات طبيعيه. انا عامل حله اهي عشان تكفينا كلنا بعد ما نخلص الحلقه بتاعتنا. كلنا هناكل النهارده عاشوراء. كل عام وحضراتكم بخير وفرصه حلوه. الجار للجار جبران الخاطر. اصب على جاري بتبع عاشوراء هيرجع فيه بصاره، هيرجع فيه شويه ملوخيه. احنا كده في عادات والله العظيم من زمان. كنت اشوف مثلا والدتي رحمه الله عليها تدي مثلا طبق بصاره لجارتنا، تاني يوم الاقي الطبق دي فيه شويه بسكويت، شويه كحك، والله العظيم شويه غريبه. الحاجات دي جميله جدا. ملوخيه حسب الطبق، وانت مرجعاه برجعاه من الطبق اللي هي الغويطه بيرجع فيه ملوخيه، طبق مسطح كده بيرجع فيه بسكويت. الحاجات دي تفيد لغايه دلوقتي الحمد لله. الصعيد الجميل والريف المصري الجميل دي عادات متورثه لاجيال ثم اجيال. طبق ما يرجعش فاضي ابدا. على جثتي يرجع ازاي؟ بالكتير خالص يرجع فيه شويه خضره. حلو؟ هو ده الايه؟ صله الرحم. احنا برضو نعمل نفس الموضوع. الشيف المغازي عمل النهارده بليله اهو، ايه المشكله؟ حلو. بعد ما نخلص يا شفيق هناكل كلنا. شفت هي وهي نازله في الكاسه كده شقاوه. اللهم صل على النبي. وكمان واحده فيكي بقى تحط على واحده جوز الهند، اهلا وسهلا. تحط على واحده مكسرات فستق مثلا، اهلا وسهلا. تحط عين جمل، اهلا وسهلا. البعض بيحب يحط كاكاو زي ما انت عايزه. ينفع كاكاو؟ ينفع. القرايش عادي تتعمل عادي بسمنه بلدي. افضل حاجه للقرايش يا اخوانا السمنه البلدي، والريف المصري والصعيد المصري يشهد بكده. قرايش قرص طريه عنوانها وسلامتها وشخصيتها وكل حاجه سمنه بلدي ونوعيه نظيفه، دي اهم حاجه. زين عاشوراء بجوز الهند كده، ببص بعينيه لقيت عين جمل. النهارده المصروف عالي قوي، عين جمل. اللهم صل على النبي. ومعانا الشكل ده كده حلو. شوية زبيب، نحط شوية زبيب. طبعا عاشوراء حلو اهوت، حلو اهوت. معانا زبيب ده اللي على الطبق الكبير ده، طبق العيلة بقى. ايه المشكلة لما تخبط على جارك دلوقتي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده عاشوراء واحدة من دول كده. صدقيني بجد اي مشكله بين الاطفال، طبعا دايما الجيران يعني المشاكل بتيجي من الاطفال الصغيرين وهم بيلعبوا مع بعض، والام عندها طفلها غالي والام دي برده عندها طفلها غالي، وده وارد بيحصل كلنا يعني. فبيحصل شويه ايه، طب يا ابني ما تتكلمش معايا وهكذا. احنا بقى ندوب الحاجات دي كلها بالحاجات الحلوه دي كده. طبعا عاشوراء الحلو ده كده يخش علينا خلاص، نسينا كل حاجه. اي معجنات يا اخوانا، والكسكسي يعتبر معجنات، مفيش ثمره اسمها كسكسي، ده بيتعمل من الدقيق. عملت شويه فطاير، عملت الحاجات دي كلها، لازم يكون التبريد عالي جدا ونشيك عليها قبل ما نستخدمها، ده مهم جدا على فكره. عاشوراء دي على فين؟ نطلع فاصل ولا نقدمها؟ زي ما انت حابب حبيبي. خلينا نطلع فاصل مع عاشوراء. كل عام وحضراتكم بخير. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.